خمس اشياء بعملهم لما براند تجي تحكيني فور كولابوريشن، وشغله وحده ما بعملها بالمره. اول شيء بنبش على القيم المشتركه بيني وبين هيدا البراند لنقدر نبني عليها كولابوريشن تكون ناجحه. اثنين، بقعد مع القيمين على هيدا البراند او الماركتينج تيم تبعها تنقدر نتاكد شو هن اهدافهم، شو البوزيشنينج اللي بدهم اياه، لشو بدهم يوصلوا، وشو الرسائل اللي حابين هن يودوها بهيدا الكولابوريشن. ثلاثة، بحاول ان اضيف افكار زياده نقدر نوصل لاهدافنا بطريقه فعاله اكثر وناجحه اكثر. أربعة، هيدا احلى بارت عندي اللي هو التطبيق، لانه هون في حط شويه كرياتيفيتي، في فكر من منطلق هبه كيف بتحب تريلي مسج او توصل رساله معينه، بيكون في تصوير، بيكون في كتابه، وانا كثير بحب الكتابه وكثير بحب الفويس اوفرز، سو هيدا اكثر بارت بحبه. وخمسه، بعد ما تطلع هيدي الحمله كيف ما كانت وين ما كانت، بجرب دائما انه اعرف كيف صار تفاعل الناس معها، قدرت وصلت لهم او لا. بعد فترة معينة كمان برجع بتواصل مع البراند أتأكد إنه وصلت لأهدافها. الشيء الوحيد اللي أكيد منه إنه ما بعمله هو حيلا كولابوريشن ممكن تزعزع التراست تبعكن بهيدي الصفحة وبالمحتوى تبعها.